برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. في بداية هذه الحلقة بتكلم على دور التعاونيات، خصوصا أن احنا خلاص ودعنا موسم صيفي بنستعد للموسم الشتوي. في هذا التوقيت في محصول القطن بيتم حصاده وفي تسويق عن طريق الجمعيات، إذن هناك حراك وهناك نشاط داخل الجمعيات أو القطاع التعاوني. معايا على الهاتف المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي. برحب بحضرتك يا فندم. الله يبارك فيك. في البداية طبعا أنا بقول لحضرتك بالتوفيق، لأن في مجهود بيتم في هذه الفترة لمساندة القطاع التعاوني، وده واضح بقوة. الحمد لله رب العالمين، وده كله خير فلاحين مصر ومصر واقتصاد القومي. ودور التعاونيات لابد أن ينهض، وهي قاطرة زي ما هي في العقيدة بتاعتي إن هي قاطرة التنمية في مصر كلها. إن شاء الله. التعاونيات إن شاء الله. احنا الحمد لله خلاص بالنسبة لتوزيع الأسمدة للموسم الصيفي تم الانتهاء، خلاص موسم الصيف قفل. تعمله هندم، وعندنا أرصدة في الجمعيات تفوق 200,000 طن موجودين، وإن شاء الله غير شهر 10 إن شاء الله في حدود 250,000 طن بيجي. ويبقى كده احنا معانا نهاية شهر 10 هيكون معانا جميع أرصدة الأسمدة الكافية لتسميد محصول القمح اللي هيزرع في شهر 11 إن شاء الله. ان شاء الله، يعني احنا استعدينا خلاص لمحصول القمح مع للشتوي كاملا، ومحصول القمح يعتبر الاسمده بتاعته متوفره في المخازن بالاسعار المحدده، ما في زياده في الاسعار، المقررات المحدده الموجوده. والجمعيات ان شاء الله كلها فيها اسمده، استعداد كبير قوي للموسم الشتوي خاصه محصول القمح. تمام. طبعا مش هنقدر نقول ان احنا وزعنا الاسمده بنسبه 100% في الموسم الصيفي. صح. التوزيع مش عمليه تثبت 100%، لكن طالما ان في ارصده موجوده في الجمعيات اذا يعتبر التوزيع ثابت نسبه 100%. أيوة. لان في ارصده موجوده في الجمعيات، يعني معناته ان المزارع لو ساب شكارتين او ما راحش خد او ما زرعش ما بياخدش، لان بيتم الصرف على الحصر او هو عنده الصراحة. مشكله في الحيازه نفسها. تمام. لا لو في مشكله في الحيازه الورثه بس اللي لو فيها مشكله، او في قضيه مرفوعه وفيها حكم. تمام. اما المزارع الفعلي اللي بيصرف الاسمده على طول مباشره بموجب كشف حصر. دور التعاونيات في هذه الفتره في تسويق محصول القطن. التسويق القطن حقيقي خد اهتمام جدا من الوزاره ومعالي الوزير خصوصا، واحنا كل يوم سبت بنجتمع برئاسه السيد الوزير بلجنه تسويق القطن، واحنا عندنا حوالي 216,000 فدان قطن هذا العام. وإن شاء الله المستهدف السنة الجاية إن شاء الله 350,000 فدان بحد أدنى. وعشان كده احنا بنهتم جدا النهاردة بقول لجميع المزارعين بقطن الإكثار اللي هو إكثار التقاوي اللي هناخد منه تقاوي السنة الجاية عشان أزرعها، ده بيورده توريد شرعي للجمعيات التعاونية الزراعية. احنا فاتحين في جميع المحافظات حلقات تسويقية عن طريق الجمعيات التعاونية، الفلوس بتوصل لهم على طول مباشرة، 72 ساعة بيقدر ثمنه، بياخد اسعار بسم الله ما شاء الله النهارده باسعار جميله جدا ومحفزه جدا للمزارعين. وصل كام يا دكتور؟ النهارده حقيقي الجمعيه العامه للقطن والجمعيه الاصلاح الزراعي واصلاح الاراضي كله النهارده بيشتري ب 3000 جنيه وجه بحري، ب 2700 جنيه وجه ابلي، ودي كانت يعني طفره في الاسعار ريحت جدا المزارعين، وهتخليهم دخل اقتصادي محترم. وبنحافظ على زراعه القطن بالاضافه للقطن الاكثار، معالي الوزير قرر 100 جنيه علاوه اكثر عن كل انطار قطن يورد حتى 15/10، وده تحفيز للمزارعين علاوه الاكثر 100 جنيه هيقبضها، زائد في علاوات او مكافئات خاصه برضه ماليه ومعنويه للمزارعين المتميزين في الانتاج اللي هو 10 قناطير فاكثر للفدان. ده هيتم تكريمهم برضه ماديا ومعنويا ان شاء الله باذن الله من معالي الوزير. ان شاء الله. التعاون في هذه الفترة دخل في أكثر من ملف، منها التعاونيات المرتبطة بتسويق المحاصيل. تمام. عاوزين نذكر مثال في محافظة نجح، يعني من خلال جولات حضرتك علشان الناس تبتدي تشوف النماذج دي وتشتغل زيها. يعني أنا لما أقول النهاردة إحنا بنسوق محصول القطن النهاردة، بقول إن إحنا بدأنا في بني سويف وأسيوط، لما ألاقي بني سويف النهاردة مدياني أكثر من 12-13 ألف إمتار قطن من الاكثار، كمان التجار والشركات الثانيه او الشركات الثانيه ما خدتش 2000 امتار، يعني ده دليل نجاح كبير جدا في محافظه من محافظات الصعيد اهوت. النهارده بدانا الاسبوع اللي فات في كفر الشيخ، محافظه كفر الشيخ في التسويق، وبدات الاقطاب تخش مراكز التجميع، وصلنا في حدود 5000 امتار يمكن لسه دي بشاير تعتبر،
والمستهدف هناك ان شاء الله فوق ال 200,000 امتار في كفر الشيخ ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. ده دليل قاطع على ان التعاونيات قائمه بنجاح كبير في عمليه تسويقيه ولمصلحه المزارع، وهي واقفه جنب المزارع في سواء في الاسعار او في تامين فلوسه او في تسويق محصوله. صح. بالاضافه لان في ان شاء الله نيه ان شاء الله في الايام اللي جايه نعمل شركات تسويقيه بالمشاركه بين الجمعيات عشان تسويق الخضر والفاكهه كمان زائد المحاصيل الحقليه، على اساس ان احنا نعمل لها قيمه مضافه من الحقل للمزارع مباشره. حضرتك بتقول لي الاسبوع القادم في ندوه؟ الاسبوع القادم ان شاء الله في ندوه الاتحاد التعاوني هو اللي هيعملها ان شاء الله، على اساس ان يعمل شراكه بين الجمعيات في انشاء شركات تسويقيه. يا ريت. هو الشاغل النهارده هو تسويق المحاصيل للمزارعين. يا ريت. مع القيمة المضافة بتاعتها، والحمد لله النهارده المزارع مبسوط، أولاً الأسمدة متوفرة، النقطة الثانية المحاصيل الحمد لله خدت أسعارها اللي هي مجزية النهارده فعلاً، والإنتاج النهارده عالي وده الحمد لله. وبعدين إحنا بنتكلم كلام يعني موثق، إحنا على مدار الموسم الصيفي لما كان بيجي لنا أي مشكلة وبنعرضها على حضراتكم على أو على السادة وكلاء وزارة الزراعة، كان المزارع هو اللي تاني يوم بيكلمني يقول لي الأسمدة جت. يعني الحمد لله كان في تواصل شديد في هذا الموسم. ما نقدرش ننام يا فندم، ما نقدرش ننام الا لما مشكله المزارع تتحل. بشكر حضرتك يا فندم. احنا فعلا قاعدين للمزارع وقايمين ليه، وهو برضه يعتبر هو الركيزه الاساسيه لينا كلنا في مصر. بشكرك يا فندم المهندس عز العرب احمد سلامه رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي. عاوز افكر المشاهدين ان احنا مع بدايه هذا البرنامج كان لسه ما فيش منظومه واضحه لتسويق القطن. وما كانتش الجمعيات الزراعيه بتستلم القطن من الفلاح، وكان بيكلمني ويقول لي القطن عندي موجود في البيت انا مش عارف اعمل فيه ايه، وبيشتكي ان هو عنده القطن بعد ما الراجل اشتغل وتعب وشقي، القطن اللي احنا بنسميه الذهب الابيض. كان جت فتره الفلاح بيتصل بيا بيقول لي القطن موجود عندي في البيت مش عارف اعمل، تعالوا خدوا القطن ومش عايز حقه بس تعالوا شيلوه من عندنا. وفي الوقت ده انا كنت بتكلم معاهم وبقول لهم هو ده السبب في الازمه، هو ده السبب، لان التاجر عنده التزامات وعنده توريد وهيجي ياخد منك القطن هيشتريه هيشتريه، بس انت النهارده بتقول له انا امامك اهو فريسه سهله، انا عندي ازمه انا محتاج فلوس القطن ما حدش بيشتريه تعالى خده، وبالتالي كان بياخد منه القطن بسعر متدني جدا ما بيدفعلوش السعر الا بالاجل وعلى دفعات، وكان الفلاح بيضطر ان هو يوافق. بعد دخول التعاونيات وعودتها مرة أخرى، والنهاردة احنا بنتكلم على الموسم الثالث تقريبا، بعد دخول الجمعيات حلت المشكلة، القرارات كانت مفيش حد هيجي يورد القطن عندي في الجمعية إلا بالحيازة، مش انت صاحب الأرض وانت اللي زارع وانت اللي مسجل عندي في الجمعية تعالى ورد. التاجر اللي اشترى من الفلاح كان واقف أمام الجمعيات حيران، الجمعيات مش عايزة تستلم منه القطن ولا تتعامل معاه، فين صاحب الأرض فين المزارع، وكان بيرجع يرجعه الفلاح تاني. النهاردة الفلاح هو اللي بيستفيد، هامش الربح يعتبر جيد جدا، لو في زيادة في الأسعار العالمية الفلاح حقه هياخده، وبالتالي منظومة التعاونيات قدرت تنجح في هذا الملف. احنا عشنا مع حضراتكم في فترة أزمات القطن واتكلمنا عن هذه المشاكل وعن التسويق، وكنا بننادي ونناشد ان حد يهتم بالموضوع ده. الحمد لله النهاردة التعاونيات فعلا قدرت تنجح في تسويق القطن، واحنا معاكم اللي عنده مشكلة في أي مكان يكلمنا، أي مشكلة في تسويق القطن، في الروابط اللي بتستلم القطن أو أماكن التجميع، إحنا معاكم مش هنسيبكم.